هلا بروان بمناسبة مونديال قطر فيديو اليوم راح يكون عن تعلم بعض المصطلحات والكلمات الخاصة بكرة القدم باللغة الإنجليزية طبعا So let's get started. نبدأ باسم اللعبة كرة القدم هي فوتبول Football. كأس العالم World Cup World Cup World Cup قطر is the first Arab host of the world cup دولة قطر هي أول دولة عربية مضيفة لكأس العالم طبعا كعرب فخورين جدا بهذا الإنجاز أتمنى أن يكون مونديال قطر من أنجح طبعات المونديال ملعب Stadium ستاديوم أرضية الملعب in English we say pitch pitch منطقة الجزاء, In English, we say penalty area. Penalty area. موقع الجزاء. Penalty spot. Penalty spot. خط المرمى. Goal line. Goal line. Goal line. دائرة منتصف الملعب نسميها center circle center circle خط التماس touch line touch line خط منتصف الملعب in English we say halfway line halfway line مباراة كرة القدم football match football match مباراة حاسمة بلاي اوف بلاي اوف مباراة ترضية او مباراة الحصول على المركز الثالث يا كونسليشن ماتش مباراة ودية فرندلي ماتش فرندلي ماتش sportsmanship يا yeah, الروح الرياضية sportsmanship. الفريق الوطني بالانجليزية هو the national team

هدف striker أو رأس حربة striker Cristiano Ronaldo is one of the best strikers in the world. خط midfielder midfielder مدافع defender defender ظاهر أيسر left back left back قلب center back center back جناح أيسر left wing left wing جناح أيمن right wing right wing لاعب احتياط substitute player substitute player التشكيلة line up line up مقاعد البدلاء substitute bench substitute bench Harris Marma goalkeeper. Goalkeeper. Jumhur public or crowd. Public. Tasfiet qualifiers. Tafsiyat World Cup qualifiers. World Cup qualifiers. Hakam. Referee Algeria lost the game because the referee Bakari Gassama was biased. خسرت الجزائر المباراة لأن الحكم Bakari كان متحيزاً. Hakam Assistant referee Assistant referee. الحكم الرابع The fourth official The fourth official. حكم الخط linesman مان نسمي البطاقة الصفراء بالإنجليزي يلو كارد يلو كارد البطاقة الحمراء ريد كارد ريد كارد علم الزاوية و كورنر فلاج كورنر فلاج مخالفة فاول فاول هجمة مرتدة counter attack counter attack penalty shootout penalty shootout سقوط مفتعل dive dive تسلل offside offside تعادل draw the game ended in draw يعني انتهت المباراة بتعادل لوحة نتائج scoreboard scoreboard رأسية هدر هدر تمريرة باس. باس. تمريرة مفتاحية كي pass key ركلة مقصية سيزر كيك تمريرة بالكعب back heel back heel رمي التماس throw in throw in ركلة جزاء penalty kick penalty kick ركلة مرمى goal kick goal kick مراوغة dribbling dribbling استحواذ possession possession هدف تعادل equalizer equalizer فارق الأهداف goal difference goal difference full time هو وقت المباراة الكامل يعني التسعين دقيقة فول تايم الوقت الإضافي نسميه extra time extra time عندما يصفر الحكم يعني انتهت المباراة نسميها صافرة النهاية final whistle final whistle خسارة loss or defeat لوس فوز فيكتوري فيكتوري خاسر لوزر لوزر فائز وينر وينر هذه اغلب المصطلحات الكرويه اذا نسيت كتبو لي في التعليقات وفي الاخير نقول جود لاك للمنتخبات العربيه المشاركه في كاس العالم المنتخب القطري المنتخب المغربي المنتخب السعودي المنتخب التونسي وشاركوني في التعليقات فريقكم المفضل. Now take care and see you next time. Goodbye.